السلام عليكم الاخوان، صفا لاباس عليكم. الوغ نوفيل فيديو جديد معكم، بلاك بايكر فلوغ نوفيل فيديو من قلب المحل ديال موتو جي اس في تمارا، دونك خارج ارض الوطن او داخل ارض الوطن. مرحبا بكم في نوفيل فيديو بلاك بايكر فلوغ. الوغ الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لاكيت شين، ان شاء الله اللي جاب لنا السلعه جات اللهم بارك ديال الكيتشين ديال لا مارك ستوندار، وغادي نهضروا ان شاء الله لا كيتشين ديال ستوندار. ندخلوا ان شاء الله. كيتشين. السلام عليكم سي انس، تبارك الله عليك، هاني الامور كلشي مزيان. السلام عليكم اختي زينب، صافا امور مزيانه. دونك خوت هذه لا تولي ديال الموطو جي اس هنا في حي النهضه تمارا. بالنسبه لا بغا اللي بغيتو لادريس غنصيفط لكم اللوكاليزاسيون، هضروا معايا في الانستغرام ولا في الواتساب. الوغ الخوت هذا هو لا كيتشين ديال والبي اس اون جينيرال، البي اس ديال لا مارك ستوندار. اول حاجه غنبداو بها هي لا شين ديال بلاطو السلسله والبينيو ديال ستوندار. تبارك الله كما كتشوفوا هنا عندنا السيديه ديال ستوندار، هنا عندنا الديسك ديال لومبرياج، هنا عندنا السيلندر ديال ستوندار غني عن التعريف. لا مارك ستوندار هي رقم واحد في البياس ديال بياس تشونج. عندنا هنا السيلندر ديال 110 وديال 125، عندنا بلاكيت الفريناج حتى هي ديال ستوندار، عندنا بوجي اوريجينال ديال ستوندار، عندنا لا فير بروكان ديال ستوندار بالكورس ديال 110 دوريجين. دونك الاخوان هذه هي لا مارك ستوندار، وهذوما لي بياس ديسپونيبل بالسيلندر. كما كتشوفوا السيلندر فيه 110 وفيه 125 وكلاس حتى هو ديال ستوندار ديال 110، وان شاء الله غادي يدخل ان شاء الله، راه كاين غادي يدخل ان شاء الله الكلاس ديال ستوندار. وعندنا هنا السيديه كما كتشوفوا والكيتشين ديال السلسله، البوجي بلاكيت الفريناج سيلندر، وعندنا حتى الديسك لومبرياج لا مارك ستوندار. دونك الخوت بالنسبه للتفاصيل ديال الاثمنه دخلوا عندي الانستغرام، التفاصيل ديال الاثمنه الانستغرام، اولا دخلوا عندي ديما ديسكريبسيون غتلقاو النمره ديالي ديال الواتساب، اولا تواصلوا ان شاء الله مع، ونخلي حتى النمره ديال السيده مولات المحل الاخت زينب حتى هي غنخلي لكم في الديسكريبسيون جميع التفاصيل المعلومات ديال لي مارك ستوندار، اولا من غير البياس شونج ديال ستوندار اي حاجه بالنسبه للمطر او اي حاجه. مرحبا بكم الخوت عند موتو جي اس في تمارا حي النهضه. تبارك الله عليكم، كان هذه واحد الريفيو يعني بسيطه وخفيفه ديال شفنا البياس شونج ديال ستوندار. تبارك الله عليكم الخوت، معكم بلاك بايكور فلوغ نوفيل فيديو. تشاو، بالسلامه عليكم.